روح اهلاويه جميله ده اول جدا عمل كلفت بيه في اول اجتماع. دي روح اهلاويه هايله. لكن اول بعثه بقى ترأسها، اول بعثه كانت في نفس وقت البطوله دي في شهر ابريل 2018، كانت بعثه 2000 شباب 2002 كوره. 2002 كوره، بطوله وديه كانت في الامارات في دبي. فيها واقعه مهمه يعني. محدش يعرفها يعني، او بس يعرفها المقربين يعني. كنا وقعنا في مجموعه مع بطوله وديه، الاهلي 2002 راح يلعب في دبي، بطوله دوليه وديه. كان معانا في المجموعه ايندهوفن الهولندي وفلامينجو البرازيلي، وكان معانا اهلي دبي. وكانت بطوله من 8 فرق، كان فيها ريال مدريد وكان في الناحيه الثانيه ريال مدريد ودورتموند واياكس تقريبا. وكانت بطوله قويه. المهم ان انا حضرت اول ماتش، خسرنا من ايندهوفن 2-1، ورجعت مصر على حسابي الخاص. عشان كان في افتتاح بطوله اليد، عشان ابقى مع جرحي في البطوله، استاذنت من الكابتن طبعا، ونزلت مصر 48 ساعه على حسابي. وكان كابتن خالد جد الله كان نائب رئيس قطاع ناشئين وقتها، هو اللي اتكلف بمهام رئيس البعثه في ال 48 ساعه دول. وفي الفتره دي خسرنا خساره ثقيله من فلامينجو، كان فريق من فلامينجو حاجه مرعبه يعني. طبعا. ورجعت على ثالث ماتش كان بتاع اهلي دبي ده، كسبناه 2-0 وخلاص يعني، كنا طلعنا من البطوله. وانا ما كانش عاجبني النتيجه اللي احنا خسرنا بيها من فلامينجو. الموضوع كان مضايقني يعني. هو فلامينجو بس انا الاهلي. لا، ما يعني الموضوع كان منرفزني يعني. فكلمت الكابتن في التليفون، هو الكابتن كان في المانيا وقتها، كان بيتعالج موضوع ظهره. قلت له يا كابتن انا حصل كذا كذا كذا، وانا شايف والبروتوكول بتاع البطوله ان احنا مكملين كاستضافه وكل حاجه لحد اخر بطوله، فاحنا لسه عندنا 5 ايام. والولاد هيتدربوا هناك وكل حاجه، بس انا شايف ان الدرس تربوي للولاد دول ان ما ينفعش الاستهانه باسم الاهلي انه يخسروا بالشكل ده. بالشكل ده لازم نرجع. نرجع؟ نرجع. انا شايف يا كابتن الموضوع كده. قال لي طب بص، قال لي طب بص، اتكلم مع لجنه المنظمه عشان ما يبقاش فيه يعني مشكلة. الاخوه الاماراتيه يعني مش عايزين نضايقهم. ولو كده خد القرار. رحت رئيس اللجنه المنظمه وقلت له في 1 2 3. الراجل طبعا تمسك وبتاع وما ينفعش. قلت له بص، الموضوع بالنسبه لي منتهي. طبعا بقى الولاد كانوا زعلانين جدا، وبالنسبه لهم احنا هنقعد واول مره يسافروا ونفسنا. قلت لهم بصوا، الموضوع منتهي. وفعلا اللجنه المنظمه يعني وافقت، تفهمت الموضوع. وجبت يعني كان وقتها كابتن تامر حفني هو المدير الفني، وقلت له قدام الناس، قلت له احنا ده قرار متفق عليه مع كابتن محمود الخطيب. انتوا كنتوا المفروض تقعدوا 5 ايام، وانا عارف ان كنتوا عايزين تقعدوا وبالنسبه لكم اول مره تسافروا، لكن مش النادي الاهلي اللي يخسر. احنا هنرجع بكره. وكلمت اللي غيرونا تذاكر الطيران، والحاجه الوحيده اللي تعرفوا تعوضوا بيها النادي، كان عندهم فاضل لهم ماتشين على نهايه الدوري هنا في مصر مع المقاولين والزمالك. كان لازم يكسبوا الماتشين عشان احنا كنا بيهايند بنقطتين. ايوه متاخرين. تكسبوا الماتشين دول تاخدوا الدوري، يبقى انتوا كده عملتوا مصالحه مع ال، وساعتها هاجي لكم وهتفرج على الماتش الاخراني. وفعلا نزلنا مصر، عملوا معسكر الخمس ايام اللي هم كانوا بدل العدوم في دبي، وكسبوا الماتشين وخدنا الدوري. كسبوا الزمالك وخدوا الدوري. خدنا الدوري بتاع 2002 الوقت. خدوا الدوري يعتبر بالقرار ده. يعني مش قوي كده بس، لا يعني لا تاثيره بس. انت بتتكلم على شباب ولاد صغيرين. انا كنت حابب ان يعني لا، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها ان الاهلي يخسر بنتيجه تقيله، وانك انت هتكمل 5 ايام تتفسح وتنزل، لا يعني مش صح. مع ان في النهايه بالنسبه لهم ما كانوا شايفين ان ده قرار غريب، وليه ما انت قاعد وخمس ايام ودبي بالظبط وهنتدرب برضه وهننزل. قلت لهم لا، الموضوع بالنسبه لي منتهي، هنرجع النهارده. ورجعنا يعني خلصنا الماتش بتاع الاهلي دبي، ركبنا طياره 1:30 بالليل ورجعنا مصر. والخمس ايام اللي كنت تقعدون في دبي هتقعدون في معسكر هنا، قعدوهم بقى هم هنا في مدينه نصر بيتدربوا كل يوم ولعبوا بعد كده الماتش. هي دي برضو الروح الـ 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 المسؤول لما يبقى عنده الاحساس. انا ما بحبش اشوف الاهلي بيخسر. ما بحب. ما انا بقول لك انت مشجع درجه اولى. ما اقدرش. طب قول لي بقى، يعني